اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا لم تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا "في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصوابت حلف قوم ظلموا، أصوابت حلف قوم ظلموا أنفسهم فأهلقتهم، فأهلقتهم وما ظلمهم الله" ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دوني لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما قد بدت البغضاء من أفواههم وما تحفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم هؤلاء تحبونهم تحبونهم ولا يحب وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا حلوا عذوا عليكم الأنام وإذا حلوا عليكم الأنامل من العيث كل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا فإن الله كان بما يعملون محيطا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مكائد للقتال مكائد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أم تخشلا والله وليهما. والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنين ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله واتقوا الله لعلكم تفلحون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة منذرين بلائم تصبر وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعلهم الله إلا بشرا لكم ولتثمئن قلوبكم به ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم